السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعين الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، نتوما وأهلكم وأحبابكم. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الكلاص. كيف كتشوفوا يعني كلاص بالنوغاتين كيجي رائع صراحة وسهل، والأهم أنه كيخرج تبارك الله كمية كبيرة، يعني تبارك الله كيخرج كمية كبيرة اللي يعني تنفعك بالنسبة للعائلة إلا كانت عندك كبيرة. كيجي رائع في المذاق وسهل حتى في التحضير، يعني بطريقه سهله اي وحده غتجربوا يعني بعينها مغمضين. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم الفيديو بارطاجيو ليا مع احبابكم ومع اصحابكم، وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال هذا الكلاص هذا اللي فعلا كيستحق التجربه ان شاء الله. وما تنساونيش بتشجيعكم بجيم، وما تنساوش تشجعوني بالاشتراك في القناه، ودابا ندوزو ان شاء الله للمقادير والطريقه ديال هذا الكلاص هذا. وغنبداو على بركه الله باول المقادير واول مرحله في هذا الكلاص هذا، وهي النوغا. بالنسبه لكم اللي بغى يدير النوغا يديرها، اللي بغى يدير غير اللوز يقليه ولا يحمره ويطحنه يعني هرمشو كيبقى لكم الاختيار. المهم انا غندير النوغا. عندي 200 غرام ديال اللوز اللي كنكون ماسحاه، وعندي هنا 120 غرام ديال السكر سنيده. هادو هما جوج مكونات اللي كنحتاجو للنوكا. كناخدو اللوز هو اول حاجه، كنحمروه واحد شويه، ما كنحمروش بزاف، المهم خاص المقله تكون ثقيله باش ما تحرقش، والعافيه تكون مهيله ضروري، وكتبقاو كتحركوا يعني ما حدكم نتوما دايرينها في البوطه وانتوما كتحركوا حتى كيتحمر لينا شويه هذا اللوز. ومن بعد عادش ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الكراميل ديالنا. على بركه الله غنحطها في البوطه ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما كنديروا اللوز ديالنا في البوطه ضروري كنبقاو كنحركوه، يعني ما كنغفلوش عليه، كنبقاو كنحركوه حتى كيبان لينا تحمر شي شويه، ومن بعد كنحيدو من فوق البوطه. المهم كيف قلت لكم كتبقاو تحركوه، والعافيه تكون مهيله يعني مهيله بزاف باش ما يتحركش لكم هذا اللوز. ومن بعد ما يتحمر ليا شويه غنكملوا التتمه ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا اللوز من بعد ما حمرته، يعني ما كيتحمرش بزاف في نفس المقيله، يعني تكون ثقيله، يعني المقله تكون ثقيله. كنديروا هذيك السكر سنيده، بسم الله ضروري المقيله تكون ثقيله. صافو كنخليوها حتى كيبدا يذهب لينا اللون من الجناب، وعادش غنبداو كنحركوها. ها نتوما معايا، ها نتوما دابا الكراميل ديالي من بعد ما خليته يعني على مقله مهيله، يعني كتكون العافيه مهيله والمقيله كتكون عندي ثقيله، ضروري تكون مقيله ثقيله باش تجيكم مزيانه. دابا ها نتوما يعني كنخلط هذوك الشويه اللي بقى ليا حتى كنتاكد ان كل شيء ذاب. ها نتوما تخليوش الكراميل ديالكم يتحرق، يعني ضروري كتردوا ليه البال. ها نتوما دابا غنضيفوا بسم الله هذاك اللوز، وغادي نحركو مزيان حتى نلبسو بهذاك السكر سنيده مزيان. وهنا في هذه الاثناء كنكون مفرشه ورق الزبده فاش غنكب فيه هذا الكراميل هذا وهذا اللوز. من بعد ما نخلط مزيان لي كنردوا لي البال، راه العافيه مهيله كيف قلت لكم. هانتوما كيف كتشوفوا النوكه ديالنا ديال اللوز من بعد ما كتوجد، يعني ما محروقه ما والو، كتجي زوينه. صافي دابا كنكبوها فوق هاد الورق ديال الزبده، كتجي رائعه الصراحه. كيعجبني انا الكلاص بالنوغا، يعني احسن كلاص عندي هو ديال النوغا الصراحه، كيجي غزال. وهذا درتو كنت فيت لي حضرت معاكم ديال النوغا بالبيض، ولكن هذا حضرته معاكم بلا بيض يعني بطريقه سهله، غيجي زوين. غنتسناو على هاد النوكاتين ديالنا تبرد، وردو معاها البال يعني ما تمسوهاش، راه كتكون سخونه بزاف. نحاول انني نوزعها شويه ونخليها تبرد حتى تبرد ليا تماما، وهذيك الساعه غنبداو نحضروا في الكلاص ديالنا اللي المكونات ديالو حتى هو بساط وساهلين صراحه، ما فيهش كثره المكونات، وكيخرج تبارك الله كميه كبيره. غير تبعوا معايا ان شاء الله. صافي نخليها تبرد ان شاء الله، ومن بعد نتلاقى بكم. دابا كيف كتشوفوا النوكه ديالنا من بعد ما بردات،
خديت واحد الكمية منها وهرمشتها بهذا الشكل هذا، وخديت منها شوية اللي احتفظت بيه للتزيين. وهذا كيف شفتو يعني خليتو قطع شوية يكونوا كبارين. عندي هنا إطوة الكريمة السائلة الخاصة بالحلويات، كيف ما قلت لكم عندي إطرو. عندي هنا الحلوة، إذا كانت عندكم مسوسة غضيفوا لها السكر، إذا كانت الحلوة يعني ما غضيفوش السكر. وعندي هنا هاد نيسلي كراميل، كيف يمكن لكم تحضروه في الدار، يعني راه حاطه لكم الطريقة ديالو، أنا كان واحد العرض عليه وخديته. وعندي هنا هاد الشاسية ديال الحليب مجفف، كيف يمكن لكم تعبروا بالكاس، إذا كان عندكم كمية في الدار تعبروا كاس. صافي غندوزو على بركة الله، غنبداو كنطربو في هاد الكريمة هي الأولى، عاد باش غنضيفو ليها هاد الحليب المجفف ونضيفو لها هداك نيسلي. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما درت الكريمة كنطربها بالطراب الكهربائي، كيف يمكن لكم أنكم ديروها بالعجانة إذا كانت العجانة تكون أحسن، ما كانتش غتخدمو غير بهاد الطراب هذا. هانتوما ملي كنطلعوها شي شويه ما كنطلعوهاش بزاف، ونسيت ما قلتش لكم واحد جوج دانيت يعني كيبقاو اختياريين، يعني اللي كان عندكم هذا ديال الكراميل كيمكن لكم تكتفيو به. انا بغيت نزيد هذوك جوج ديال الياغورت اللي كاين عندي بالكراميل. كندير هاد الشاسيه ديال هاد الحليب بسم الله اللي كيعادل واحد الكاس، وكنضيف هاد الحك ديال الكراميل بسم الله. صراحه كيجي لذيذ هاد الكلاص، يعني غير جربوه وتبارك الله كيعطي واحد الكميه اللي كثيره، يعني كيعطي كميه زوينه. اللي بغى ياخذ نيسلي يعني العادي ياخذو ويطيبو ويرجع ليه كراميل. بالكراميل هكا كيجي احسن، يعني الا طيبتوه ولا كان عندكم غير العادي يمكن لكم طيبوه باش يعطيكم هاد النكهه ديال الكراميل، كيجي غزال صراحه. صافي دابا غادي نعاود نطرب هاد الشيء، نطربو مزيان ونرجع معكم باش نضيفو ليه اللوز وهذاك الياغورت. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خدمت الكلاص ديالي، يعني طربت هذيك الكريمه مع هذاك دانيت كراميل ومع هذاك الحليب المجفف نيدو، دابا غادي بسم الله غنضيفو هذاك اللوز. الكميه راه الا بغيتو تنقصوا منها راه ممكن انكم تنقصوا ديال اللوز، كيبقى لكم الاختيار، اللي بغى يدير الكميه كبيره يديرها. وغنضيف هاد دانيت الكراميل، كيف قلت لكم يمكن لكم تكتفيو غير بهذا الشيء اللي درت انا في الاول، راه كيجي رائع صراحه. اي انا بغيت يعطيني كميه اكثر من هذاك الشيء اللي كاين، وهو راه تبارك الله راه كيعطي واحد الكميه كبيره صراحه، يعني زوين. صافي بسم الله، وغنبقاو كنخلطو. هانتوما الخليط كيفاش كيجي، كيجي رائع صراحه، كيجي غزال. نتمنى ما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجيم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتبارطاجيوها ليا مع احبابكم ومع اصحابكم، باش ان شاء الله تزيد تكبر وتخليني انا نعطي احسن ما عندي. هانتوما الخليط كي كيجي، كيجي رائع الصراحه، كيجي غزال. صافي دابا غنديرو في مول، يمكن لكم ديروه في مول كبير مربع داير قلب، يعني كيبقى لكم الاختيار في المول على حساب اللي عندكم وعلى حساب نتوما اللي بغيتو. كيف يمكن لكم ديروه في لي مول فرضيين، انا غنديرو هنا في هذا المول دائري اللي لبست ليه السلوفان كيف كتشوفوا ساركل هنايا بسم الله. وغنكب واحد الكميه،
ونحتفظ بالبقية للتزيين. صافي غنبقاو كنقادوه وغنغطي عليه من الفوق بالسلوفان، ضروري تغطى باش ما كيشمش لينا هذاك الشيء اللي كيكون في المجمد، وباش ما يدعمرش لينا الثلج، يعني ضروري كيتغطى الكلاص. صافي نقادوه مزيان، صافي ودابا غنغطيو عليه. صافي وندخلو المجمد تقريبا واحد الليله كامله او لا اقل شي واحد 6 ساعات لحد ما يجمد لينا، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نزينوه. دابا كيف شفتو من بعد ما عمرت هذاك المول الكبير، دابا غنعمرو هاد لي مول الصغار بهذاك الكلاص اللي شاط ليا، هادو بغيت نزين بيهم. بسم الله صافي حتى هما غنعمرهم وغادي ندخلهم للمجمد من بعد ما غنغطي عليهم ونخليهم حتى نجبدهم مع هذاك الكلاص من بعد ما غيجمد ان شاء الله. ونتلاقى بكم باش نشوفوا الشكل ديالو ونزينوه ان شاء الله. دابا هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما خليت الكلاص ديالي يعني ليله كامله، غناخذوا هاد الكلاص هذا باش غنزين، كنحيدو من هاد المول هذا. حاولوا انكم ما تخليوش يذوب، انا خليته شويه راه من قبيله وانا جابده، يعني حاولوا انكم ما تجبدوه حتى تبغيو كتقدموه، هذا باش جبدوه. صافي غنحيدو كامل ان شاء الله وغنجبد الكلاص ديالي الكبير. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما درت يعني حيدت هذاك ديموليت هذوك الكلاص الصغيور، دابا غنحيد هذا الكبير، حيد لي بعدا هذا السلوفان. ونحطو في هذا الطبق التقديم. صافي غنبقى معاه شويه. دابا من بعد ما حاولت مع انني نحيدو، هانتوما كيجي بزاف صراحة، كيجي رائع هاد الكلاص. كنحاول انني نقاد ليه جنيبات لي ممقادينش. دابا عندي النوقة اللي خدمت البارح اللي شاطت ليا، وعندي هنا اللوز إفيلي اللي حمرته، وعندي الشوكولات وحبيبات الشوكولات، وعندي كراميل، وعندي هاد الكلاص اللي خدمت معاكم في هاد ليمول الصغار. بسم الله نحاول انني نحطهم. التزيين كيبقى على حسابكم نتوما، كل واحد غيزين على حساب اللي عنده وعلى حساب كيف ما كيبغي هو. كيف قلت لكم ما تجبدوش حتى تكونوا غتخدموا به. صافي دابا من بعد ما دورت هاد الكلاص ديالي من الجنيبات،
كناخدو هكا اللوز كنحطوه هكا من الوسط. كيمكن لكم كيف قلت لكم كيف ما بغيتوا تزينوا هذا الكلاص هذا غتزينوه، كليكم تخليوه غير بحال هكا سامبل، يعني كيبقى لكم الاختيار. غنزينوه بحبيبات الشوكولاتة هكا، كتعرفوا الوليدات كيحماقوا على شي حاجه فيها الشوكولاتة. صافي وغنزينوه بهاد الكراميل، وغنديروا خطيطات ديال الكراميل. بسم الله. هانتوما الشكيل ديالو، جا غزال صراحه، جفن جا زوين، وحتى في المذاق ديالو رائع يعني. واخا نضل نعيا نشكر لكم فيه يعني، حتى تجربوه كيجي فن صراحه في المذاق ديالو غزال. دابا كيف كتشوفوا يمكن لكم انكم تكتفيوا يعني بهذا الشكل هذا، حتى هذا هكا سامبل جا غزال صراحه، جا رائع. هانتوما يمكن لكم تزيدوا شوية نوغا في الوسط، يعني كيبقى لكم الاختيار في التزيين ديالو. يمكن لكم تخليوه غير هكاك سامبل، يمكن لكم تضيفوا ليه هاد. صافي انا غنكتفي بها، يعني غنكتفي بها بحال هكا، ما غنزيدش هاد الشوكولاط هذا يعني. صافي جاتني انها تبقى هكا احسن. صافي ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. ها هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا من بعد ما وجد، كيجي على هذا الشكل صراحه، كيجي غزال، كيجي رائع يعني. نعيا نشكر لكم فيه، جربوه ان شاء الله وغادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش بتعاليقكم الغزالين، وما تنساونيش بجام. والناس اللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره ام هدايا. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يبقى ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ونتمنى انكم تجربوا هذا الكلاص، لحقاش الا جربتوه اكيد غتوليو مدمنين عليه، واكيد غيعجبكم وغيطلع عليكم بثمن اللي قليل يعني. تبارك الله كيخرج كميه كبيره، والاهم انك كتصيبي شي حاجه في دارك وكتصيبيها لذيذه. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.